هذه الفاكهة دي فاكهة طبيعية معروفة بأساسنو وببخنو، الفاكهة الملكية التي تكون في الجبال عالية شي شوية، تكون صعيب باش كتجنيها وصعيب باش تجيبها، وفيها شي شوية ديال التمارة كي كنقولوا. هاد الفاكهة اخويا طبيعية وفيها بزاف ديال الفوائد. هاد الفاكهة هادي كداوي على صحاب المعدة، الا عندك شي حاجة في المعدة قبيحة كتاكلها كتصفي لك المعدة. صحاب السكر عندنا واحد الحبات صفر، داك الحبات صفر هادوك ديال صحاب السكر كاين اللي كيبغيهم عاوتاني، ما فيهمش الحلاوة باسلين شي شوية، واللي فيهم الفوائد مزيانة. الفاكهه اخويا شنقول لك، الفاكهه ملكيه، هذه الفاكهه معروفه باللقب كيقولوا لها الفاكهه الملكيه. علاش؟ بحيث هذه الفاكهه هذه قليله شي شويه في المغرب، وفاكهه طبيعيه ما كايناش في الفرم، قليله شي شويه. هذه فاكهه ديال الله سبحانه وتعالى، كتكون في الجبال، فيها فوائد مزيانه ديال الذات. وهاد العام اخويا راه ما طاحت شي شويه الشره، جات هذه الفاكهه صغيره شي شويه، راه تبارك الله كتجي الحبه كبيبره، تقول كي البرق كتكون دايره الحبه، كلها فوائد. هاد العام شي شويه ما طاحتش باش الواجهه هكا هي صغيور شي شويه اخاي. كننصح الناس بهاد الفاكهه يكتشفوها ويعرفوها، حيت هاد الفاكهه راه كتجي غير في الشهرين التاليه ديال العام، كتجي ما بين شهر 11 وشهر 12، ديك الشهرين التاليه خص الناس يكتشفوها. بزاف ديال الناس، انايا كندور بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هاد الفاكهه، كيقولوا لي شنو هاد الشيء، منين كيجي، كيفاش كذا. هاد الفاكهه الا دخلتي لجوجل ودرتي فوائد اساسنو، تكتب فوائد اساسنو باللغه العربيه، كتطلع لك هاد الفاكهه وكيطلعوا لك الفوائد ديالها كامله. فاش كتكتشفها راه كتولي تعجبك هاد الفاكهه وتولي انت تقلب عليها، انت هي كتولي تبغي تشريها تبغي تاكلها. علاش؟ بحيث هاد الفاكهه قليله شي شويه اخاي، كتصدر على برا هاد الفاكهه. شحال من كاوري، شحال من مساعودة تحت فيها انايا كيعرف هاد الفاكهه، وشحال من كاوري تحت فيها هو كيعرف هاد الفاكهه. حيت هادي فاكهه اخويا جميله بزاف اخويا، اش نقول لك، الله يكثرها علينا شي شويه، راه فاكهه مزيانه. كاينه السلات صغار هادو هما ب 10 دراهم، كاين السلات كبار ب 20 درهم، ثمن مناسب كنديرو معاه. اللي كيبغي الكيلو، كاين اللي كيقول لك انا نعزل كيبغي كيلو ولا نص كيلو، كنبيعو له كيلو ب 16% ولا نص كيلو ب 40 درهم. حيت هاد الفاكهه صعيبه، راه كنجيبوها من تازه، من الجبال ديال تازه، باش كيجنيها وكدير في الكارطون، وفاش كتجيبها خصك تصفي منها الخضر وكيد صحاب السكر، وتصفي منها داك الطايب كترميه، اللي خامجه شي شويه كترميها، كتخلي غير الحبات المزيون كما كتشوفها نتايا، غير الحبات المزيانين المعزولين. كنصح الناس اخويا غير يعرفوا هاد الفاكهه هادي ويكتشفوها، حيت هادي فاكهه ديال بلادنا، فهمتيني، وما كيعرفوهاش الناس بزاف، فهمتيني، هادي فاكهه ديال البلاد ديالنا حنايا، واللي الناس ما كيعرفوهاش ما فهمتش كيفاش. حنايا فاس معروفه عندنا، حنايا فاس ما كاينش شي واحد ما كيعرفهاش، كتخرج عليها فاس قليل اللي كيعرفها، فهمتيني، والناس ديال تازه حتى هما كيعرفوها بزاف. يما طعنا الاكادير والو ما كيعرفوهاش كاع، شحال من واحد حتى كديرها له في التليفون وكيشوفها عاد كيولي يشريها من عندك. شحال من واحد ما كيقدش ياكلها، كيقول لك كيفاش فيها الشوك، ولا كيبان له هذا الشيء بحال شوك. هو هذا راه ماشي شوك، هذه جلده رطبه وفيها الفوائد تاع الجليده ديالها، وفيها واحد الزريعه لداخل مزيونه. كنصح الناس يعرفوا هذه الفاكهه ويكتشفوها اخويا، راه فيها فوائد مزيانه.